فيه ذكر إشارة بالإصبع بين السجدتين. السياق لا يعني يساعدنا إلا أن نقول من حيث الأسلوب العربي أنه لا يمكن أن نفهم من هذا السياق إلا أنه يعني الإشارة بين السجدتين. لكن حينما نقابل هذه الرواية الرواية الأخرى المشار إليها آنفا عن وائل بن حجر، وهذا الحديث بالذات الذي فيه الإشارة بين السجدتين جاء من طريق أيضا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل. وفي ذهني أن الإمام أحمد رحمه الله رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر السجود الأول، ولما رفع رأسه جالسا بين السجدتين ذكر الإشارة ثم سجد. فهذا الإسناد إذا نظر إليه مفصولا عن الرواية الأخرى عن عاصم ابن كليب قيل إنه إسناد صحيح. تتمة الكلام في الشريط التالي. طرق كلها عن عاصم ابن كليب عليكم السلام يجد فارقا كبيرا بين تلك الطرق عن عاصم، حيث أن كلها اتفقت على ذكر الإشارة في التشهد دون التعرض للإشارة.